ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج القوس ليوم السبت 21 مايو ايار 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 22 نوفمبر لواحد ديسمبر. هتضبط نفسك اكتر، انك دايما بتلاحق اهدافك بطاقة تبقى هايلة اكتر. هتحاول تكبح كل رغباتك العارمة في النجاح، هتتابع من خلالها اهدافك بوعي اكتر واصرار اكبر. لكن ما تغفلش عن كل الحاجات اللي ممكن تبقى مهمة. هتتباطأ شوية، هتتمالك نفسك شوية من وقت للتاني، هتدي نفسك وبدنك فترة راحة اكتر علشان تعرف تتمكن من انك تعيد شحن طاقتك وتستعد لمهامك الكتيرة اللي جاية في الطريق. توقعات العشرية التانية مواليد 2 ديسمبر ل 11 ديسمبر. خليك واقعي اكتر، خليك دايما في الوقت ده بتبقى فيه شوية قلق، فيه بتميل للانفعال حتى بسبب القلق الزايد. لما بتمشي الامور على عكس رغبتك او حتى لما يخالفك اشخاص كتير جدا في الرأي، هتحكم على نفسك اكتر، هتستخدم طاقتك في حاجات تبقى عقلانية اكتر. في مواجهات اكتر للموضوع ده هيبقى فيه سبب انك تصادف اعداء فقط في حياتك. حواجزك النهاردة تعتبر اكتر من اللي انت بتستطيع تتعامل معاها، خاصة على المدى الطويل. توقعات العشرية الثالثة مواليد 12 ديسمبر ل 21 ديسمبر. قواك النهاردة تعتبر غير محكومة. لو كنت مش بتتوخى الحذر هيسيطر عليك انفعالاتك بشكل كبير، هتسبب ليك اضرار اكتر من اللي انت حاببها في المستقبل. انت بتميل انه يكون عندك رغبة بين انك تقارن نفسك بكل الاشخاص اللي حواليك، علشان كده انت دايما بتدور عن المواجهة. ايضا هتسيطر النهاردة على مزاجك الحاد ده، لانه على الرغم من حبك مش هيكون عندك كتير من الطاقة، فالطاقة دي هتبقى تعتبر غير ثابتة. هتسيبك في الوقت الحالي بشكل حرج اكتر، هتنتبه اكتر لصحتك في الفترة دي.